السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نصايبوا لو كور ديال الفريز، اللي هو الفريز اللي كنطيبوه باش كنعمروا به الحلاوي ديال مثلا ديال كيك ديزاين، يعني لي لاير كيك، لي دريب كيك، الحلاوي اللي فيهم لا باتا سكر، وكنقدروا نعمروا به لي تارت في الماكارون كحشوه، نقدروا نديروه في لي فيرين ناكلوه بحال هكاك مع الخبز. دونك عنده بزاف ديال الاستعمالات، بقاو معنا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. دونك بالنسبه للكور ديال الفرواز اللي غادي غنشارك معكم اليوم، انا هنا محتاجه لواحد الكميه اللي كبيره، دونك حيت بغيت نعمر بزاف ديال 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 الحلوات. غادي نعطيكم المقادير اللي غادي تحتاجوا باش انكم تعمروا واحد الكيكه اللي فيها 15 سنتيمتر وتنقطعوها على 4 ديال لي طرونش. دونك عندنا ثلاثه العمارات ديال الكور ديال الفريز. بالنسبه للحلوه ديال 15 سنتيمتر غادي نحتاجوا الفريز اللي حتى كنقطعوه نحيدوا ليه هذيك الوراق ديالو داكشي وداك البلاستيك يكونوا شويه بيضين، عاده نعبروه. دونك الفريز غادي تحتاجوا 600 غرام ديال الفريز، 80 غرام ديال السكر. السكر على حسب واش الفريز ديالنا حلو ولا محلوش، الا كان لكم الا باليكم راه شويه حامض دونك غادي تزيدوا واحد شويه ديال النسبه ديال السكر. وعندكم ثلاثه المعالق ديال العصير ديال الحامض اللي تنعصروه بحال هكا. صافي عندنا 4 معالق كبار ديال النشا. دابا غادي ندير هذا الفريز ديالي والسكر اللي زدتو عليه غنديروه فوق من العافيه، حتى يبان لينا بان هذا الفريز راه هبط وطلق داك الماء ديالو، مابقاوش هاد المرسوات كبار، عاد غادي نكملوا المراحل. صافي دابا غادي نجيب هذاك الميكسور بلونجون وغادي نطحن هذا الفريز ديالي باش كتولي عندنا واحد لا بيغي، وباش نزيدو العناصر الاخرين اللي عندنا. صافي هنا بطبيعه الحال انا طفيت البوطا، خلطت هذاك الحامض والنشا خلطتهم، غادي نزيدو معنا هذا الخليط وغادي نعاود نطحنهم باش ما يتكورش لينا هذا الخليط، حيت من بعد ملي تنطيبوه الا بقاو هذوك الحبيبات راه كيبانوا بيضين حتى الاخر ديال الطيب عاد كيبانوا لينا. صافي دابا غادي نشعل عليه العافيه، وبطبيعه الحال غادي نبقى نحرك فيه لحقاش غادي يعقد ليا وغيعقد فيه ساعه، دونك تبقاو تحركوا باستمرار حتى يعقد لكم الخليط وديك الساعه نحيدوه من فوق العافيه. دونك كما تشوفوا صافي ها هو الخليط ديالنا راه ثقال راه تيبان لكم. دابا غادي نخوي هذا الخليط ديالي نخويه في شي اناء وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغادي نخليه حتى يبرد على خاطرو مزيان. صافي ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالو النهائي كي كيجي. الكور ديالي رانا خرجته من الثلاجه كما تشوفوا تيجي شاد فراسو، خاصو يكون شاد فراسو الا كنا غادي نعمرو به الحلاوي باش لي زيطاج ما تيجيوش تيلعبوا لينا الا كان سيل بزاف. دونك تيكون على هذا الشكل. تنقدروا نديروا كاع كونفيتور نخدموا به بحال هكا، تارتيني هذاك الخبز به الدراري الصغار، الا كنقدروا نعمروا به لي طارت كما قلت لكم لي شو. دونك بزاف ديال الحوايج، هذا هو الشكل ديالو.
نقدروا في بلاصه الفخاد نديروا الخومبواز نديروا لي فخمين اللي بغينا. غير هو الكميه ديال السكر تختلف من فاكهه لوحده اخرى. دونك فوالا كنتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا الخبر. لا فيديو ديالنا غادي تسالي هنا. نقول لكم مع السلامه ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلام فراسكم.